بنرحب بكم مره ثانيه مباشره على الهواء، ونرجع نفكركم ان اللجنه في المرحله دي ممكن تنقذ مشترك واحد، لازم الاربعه يكونوا موافقين على القرار ده، مش ضروري ان يستخدموها بس ممكن ينقذوا شخص. ابراهيم، الالبوم بتاعك حقق نجاح، ونقول لك مبروك على النجاح اللي حققه، والفيديو كليب اللي عملتها، الاغنيه كانت ناجحه جدا. الله يبارك فيك. اغنيه لبنانيه حبيبي. ليه قررت تغني اغنيه لبنانيه؟ ليش قررت اغني؟ اسالني ليه؟ أيوة. تعرف ليه؟ اكيد اول شيء لازم اوفي لهم حاجه من اللي سووا لي، يعني اول حاجه، يعني هذا اول شيء. وثاني شيء بحب اللهجه اللبنانيه، يعني تقبرني هي. تقبرني انت. خلينا دلوقتي نشوف نسمة كردي من مصر. نسمة فتاة بتغني، حلوة مهضومة ورقيقة. بس فجأة جنت. شو غيرت يا سوبر ستار؟ حكى لي تغيرت من ساعة ما جيت على سوبر ستار، ان انا بقيت شرام كويس وما باكلش كويس. اسفه للفنانة اصالة، هنسمعها دلوقتي بصوت نسمة كردي من مصر. نسمع. انت بالحلقتين اللي مرقوا، الحلقتين اللي مرقوا قبل بالبرايمين اللي مرقوا، خيبت ظن المشاهدين والمستمعين. اليوم بعتقد انه رجعنا على الخط الصحيح.
ويمكن كمان لأنك تعودت أكثر على المسرح وبلشت تفوتي بالجو، رجعت التعابير تطلع معك. يعني مثل ما قلت لك أنا بحلقة سابقة عن الإيد، رجعت الإيد تعبر، وهذا شيء كثير حلو. برافو عليك. اليوم صوتك طري كثير. باختصار انت اليوم افضل مره غنيتي فيها، موفقة. كمان بدي احكي بشيء ثاني، انت عندك طله كثير حلوه مثل زي الفراشه الربيعيه. بالاضافه الى صوتك، والله يكون معك. حتى لو فراشه واحسن مره، برضه محتاجه تصويتكم هي وكل المشاركين. برافو. خلينا دلوقتي نشوف فادي عبد الخالق من لبنان.